إن كنت أمريكياً وزوجتك لا تحمل أوراق قانونية وهي في يوم 17 من يونيو حزيران تعيش في هذه البلاد منذ 10 سنوات، فإن الرئيس بايدن سوف يمنحها طريقاً إلى الإقامة الدائمة وبعد ذلك إلى الحيازة على الجنسية الأمريكية. هذا الخبر خبر سعيد بالنسبة ل 500,000 شخص يعيشون على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وتمنعهم القوانين الحالية من العيش بهدوء وبطريقة سهلة. وهو أيضاً مطلب لدى المدافعين عن حقوق المهاجرين وعن شريحة كبيرة من الناخبين اللاتين، وقد أصبحوا ربع الناخبين الأمريكيين. الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في الجهة المقابلة، فهو لا يعترض على الهجرة لكنه ينتقد بشدة الهجرة غير الشرعية، والرئيس الحالي جو بايدن. في كل ما يفعله جو بايدن يدع الأجانب غير الشرعيين أولاً، يدع العصابات أولاً، ويدع الحدود وهؤلاء المجانين أولاً، وهو يخون المواطنين الأمريكيين. مرة أخرى يجد الناخبون أنهم أمام خيارين، الرئيس القوي والرئيس العطوف. بيير غانم، العربية، واشنطن.